احلى قريه موجوده في قطر القدس وفي فلسطين كلها دارسين، دارسين شبابها رجاليه اختياريتها نسوانها حريمها كلهم اخوه وعيله واحده. اليهود بكوا قبل اليهود زينا زيهم عرب يحكوا لغة عربية مش عبراني. ايش هذا الحجر؟ انا بعرف الله بيعلم، الله بيعلم منين جبتي شو بعرف من دير ياسين. اه سمعنا ان عبد القادر حسين استشهد اخذنا حالي الطوارئ في القريه، يعني بدنا نستعد لهجوم لا شيء. لما قام الهجوم علينا ما فيش ان صوت مجاوب، لا في تاخذيني شماخذه لا في عرب يجونا، وسكر الخط من شقد القدس على دير حسين ومن الشمال والجنوب كلها وديان، ما حداش اجانا. طب احنا صغار واخوي صغير كبنا صرنا وين ما يروحوا اهل البلد يهربوا نهرب معاهم. رد طلع شوف رد طخو طخو باب الدار، شافتها بنت اللي معنا صارت بدها تسحب جوا هي وحياة امي، ما قدرنش طخوا عليهن اليهود فتن في الدار وسكرن، جابوا تركات وحملونا فيهن واخذونا حلشنا الكومية. يوم صرنا في محنيودة تنقالوا هيب المسلخ المسلخ مو يا ثالث يوم تقولي صار الحرب الجمعة صبحية الجمعة، احنا يوم الحد ظللنا بدر ياسين. And we started collecting. We collected in that first day and the second day or within that week around 55 as far as I remember of the children. People started screaming at me. Do you have so much money? Go and feed those who are hungry. الشهداء ظلوا في أرض المعركة، ما حداش قامهم. فهم؟ ولا حدا عارف عنهم، ولا بقى حدا يعرف عنه اللي راح عنه اللي جاء. ما غبر يعني كانت معركة عنيفة. هاي في عندي كتاب ملان أغاني إلي، شايفة كيف فيها عتابة وإشي بعضها وإشي بعضها، يعني تأخذيني شو ما أخذ والله مستحي أطوله لا أوري للعالم. ليه؟ محتفظة فيه لحالي. أرجينا إياه أجيب لك إياه؟ والله غير أجيبه.